جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بلغ عدد الحجاج في السنين الأخيرة الملايين، وبالتالي كثر عدد الذبائح، من هو ما هو أضحية، ومن هو ما هو فدية، ومن هو ما هو هدي. وحينئذ كثر الاستغناء أو زاد الاستغناء عن هذه الذبائح. هل هناك من حرج إذا ما أخر الإنسان فديته عن أيام الحج؟ أيام الذبح محدودة، زي يوم العيد وثلاثة أيام بعده إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، هذا كله وقت للذبح. لا يتعين أن يذبحها في منى، فلو ذبحها في أي حجاج مكة أو في مكة نفسها وزعها على الفقراء هناك فهذا شيء طيب. وأيضا له متعين أن يذبحها في يوم العيد، أو ذبحها في يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، فذلك كله موسع ولله الحمد. فله أن يؤخرها عن بقائه في منى الحادي عشر والثاني عشر إلى أن ينزل في اليوم الثالث عشر ويذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء في مكة، وسيجد لها من يأخذها من الفقراء. وأيضا في الآونة الأخيرة لما وجد المشروع، مشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الهدي أما الأضاحي لا، الهدي، فإنه لو قدم النقود إلى هذا المشروع ووكلهم في ذبح هديه والعناية بلحمه وتوزيعه على المحتاجين أجزأه ذلك، ولكن كونه هو يباشر ذبح هديه ويوزعه أحسن وأتم. نعم.